من أجل خلق فرص واعدة لذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز الشارقة لريادة الأعمال شراع ملتقى ريادة الأعمال للجميع، وبالتنسيق مع مركز ريادة أعمال الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية في مقر الغرفة. من خلال ملتقى ريادة الأعمال تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع مدينة شارقة للخدمات الإنسانية، تم إطلاق عدة مبادرات في من الغرفة، وهي أهم مبادرة أن هذا الملتقى لله الحمد سوف يتم تنظيمه سنويا في غرفة الشارقة بدعم ومساندة من الغرفة وبالتنسيق والتعاون مع مدينة شارقة للخدمات الإنسانية. مشاركة المدينة مدينة شارقة للخدمات الإنسانية بملتقى ريادة الأعمال بالتعاون مع ريادة الأعمال في جمهورية كوريا الجنوبية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومؤسسة شراع، طبعا هذا يعطي حافز كبير سواء لأولياء الأمور أو الأشخاص من ذوي الإعاقة وكافة الإعاقات أن يبتدوا مشاريعهم، يكون عندهم كل شخص من ذوي الإعاقة قادر على العمل بهذه المشاريع الاقتصادية التي تحفز المؤسسات المحلية والدولية في دعم هذه المشاريع. استهل الملتقى بكلمة من سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإنابة. بعدها ألقت الأستاذة منى اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كلمة أكدت فيها على أهمية دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتفعيل دورهم في المجتمع. تلتها كلمة سعادة سوهان كيم مدير مركز ريادة أعمال الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا، والذي عرف بالمركز وما يضمه من أقسام وخدمات تقدم لمساعدة ذوي الإعاقة. وأخيراً جاءت كلمة سعادة عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. بعدها عقدت جلسة حوارية لريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة بين الإمارات وكوريا، كما تم عرض تجارب متميزة لأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال. نحن طبعاً اليوم عندنا ورشة تدريبية عن تحويل الأفكار إلى مشاريع، وعندنا أيضاً برامج لجميع المراحل في رحلة رواد الأعمال. لو عندهم مثلاً فكرة تحتاج للتطوير عندنا برنامج تطوير الأفكار، عندنا أيضاً الحاضنة إذا عندهم المنتج الأول، وأيضاً عندنا برنامج مسرع الأعمال لدخل السوق أيضاً. أنا سعيد بمشاركتي في الملتقى والذي يخص أصحاب الإعاقة من كوريا ودولة الإمارات. منظمتنا تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يودون البدء في مجال ريادة الأعمال ودعم أصحاب المشاريع كذلك. ملتقى ريادة الأعمال للجميع يسعى إلى تمكين ذوي الإعاقة ودعمهم وتشجيعهم من خلال تحويل الفكرة إلى مشروع لتحقيق الريادة في عالم المال والأعمال.